منهم اتنين مشي، فانت كده لو كنت حطيت علي معلول كمان فانت كده القائمه الافريقيه بتاعتك اللي داخل بيها في يناير مع بدايه دور المجموعات هتبقى ناقص ثلاث لعيبه. علي معلول زي ما كلنا عارفين باوامر طبيه ممنوع نزول ارض الملعب. هو دلوقتي الافريقيا بيديك 35 لعيب عشان يديك فرصه ان انت يبقى معاك مساحه كبيره، يبقى عندك لعيبه في حاله الاصابات في حاله الناس معاك 35 لعيب. انت لما بتضيف اللعيبه وتمشيهم، انت لما تمشيهم ما بترفعش من القايمه، فلما بيمشي بقى انت في ثلاث اماكن محجوزين عندك في القايمه للعيبه مش موجودين، فانت عمال بتقلل اللي هم بيديك فرصه ان انت تكبر القايمه وانت عمال تقللها، انت اللي بتقللها بنفسك، لان انت بدل ما بقى عندك 35 تبقى معاك 32، لان الثلاثه انت ضفتهم ما بترفعوش، مفيش استبدال. هي دي الازمه، ان انت عمال هو يديك فرصه ان انت تزود اللعيبه عشان تدوس براحتك ويبقى معاك لعيبه في حاله ان انت مثلا حسمت الصعود بدري في المجموعات ممكن تلعب اللعيبه التانيين الناشئين وتريح الاسين. انت لما بتمشي بتحط نفسك ان ال 20 او ال 25 لعيب اللي عندك اللي هم اللي بيلعبوا معاك الاساسي والبديل مفيش غيرهم. هو اصلا يعني هو الدكتور مانع انه ينزل، ما هو طارق كيليس هنا الرجل هو ممنوع انه يدوس على ارض الملعب، وفي احتفالات وفي طلوع وفي نزول، وارد ان هو ممكن في نشوة الاحتفال يدوس يعمل، وده ممنوع، ده ممنوع اصلا، ممنوع نهائي ان هو يدوس على ارض الملعب خالص. هو الدكتور منع اللي عندهم الاصابات بتاعت الرجل علي معلول كريم فؤاد ان هم يتواجدوا في الحفله، عشان كده حتى برضه كريم فؤاد مش موجود مع انه مش مسافر، يعني مش بيروح اسبانيا تقريبا، مش في اسبانيا، هو موجود في مصر. ليه ما راحش الحفله برضه؟ ما حدش يتكلم على كريم، لان هو ممنوع في اوامر طبيه الاثنين اللي عندهم الاصابه بتاعت الرجل الصليبي والوتر اكيليس ما ينزلوش ارضيه الملعب في الاحتفال، لان نشوه الاحتفال ممكن تخليه حد يخبطك كده، انت تدوس انت تنسى، فده ممكن في ثانيه دوسه كده او دوسه كده الاصابه تبدا من الاول. هو اصلا هيرجع علي معلول هيرجع في شهر، المفروض هيبدا تجهيز، قال لك في اخر 10 اول 11، ده بدايه التجهيز، مرحله ان هو يبدا ينزل الملعب. فانت هتبدا تنزل الملعب معاك بالاسبوعين على ما تنزل تشارك، وعشان تشارك بتشارك تدريجيا، فانت هتبقى متاح للمشاركه الفعليه من نص 12 مثلا. طب نتكلم قايمه يناير. قايمه يناير، نيجي بقى ليناير، الاهلي المفروض هيجيب لعيب اجنبي. في لعيب اجنبي جه. بيرسي تاو كان المفروض هيمشي. بيرسي تاو لو مشي اللاعب الاجنبي هيتسجل مكان بيرستاو. بيرستاو ما مشيش، يبقى اصبح ان في ازمه بقى دلوقتي فعلا، دي الازمه بقى اللي احنا هنتكلم ساعتها، ان في ازمه، في لعيب زياده اجنبي ولازم حد يمشي. مين الاقرب انه يمشي؟ عندك اثنين اجانب باك شمال، يحيى عطيه الله انت لسه جايبه اعاره، وعندك علي معلول راجع من اصابه وعامل السن 34 سنه او 33 سنه، فالاقرب مين اللي يمشي؟ هيبقى علي معلول. في ناس بتقول لك تكريم، لعيب اسطوره يتكرم، همشيه دلوقتي هيكرم. طب التكريم يجي على حساب الفرقه، ولا التكريم يجي يعني مصلحه الفرقه ومصلحه اللعيب مع بعض؟ يعني لو مصلحه معلول ان هو يتكرم في الاهلي ومصلحه الفرقه ان علي معلول يبقى متواجد الاثنين مع بعض مفيش مشكله لعلي معلول، بس مصلحه علي معلول ان هو يتكرم تيجي على مصلحه ان انت يبقى عندك لعيب اجنبي يضيف لك في القايمه. مش هنتكلم على امكانيات معلول معروفه، بس عامل السن، وتر اكيليس لما بيجي للعيبه او اغلب اللعيبه اللي جالهم وتر اكيليس بعد سن ال 30، واقرب مثال لنا كان جيلبرتو. يعني جيلبرتو نفس الباك الشمال بتاع الاهلي جاله وتر اكيليس في نفس السن، وكان هو احسن باك شمال ساعتها برضه في افريقيا وفي الاهلي، ما كملش، رجع من الاصابه مشي. فهي هغامر، ويحيى عطيه الله بدا يعني الاول، اول ماتش لعبه قال لك بدنيا مش جاهز، ثاني ماتش بعد اسبوع متواجد في الدقيقه 70 او 75 سبرنت من اول الملعب لاخر الملعب ويعمل اسيست الجون الثاني، فبدنيا جاهز، ولاعيب لعب كاس عالم مع المغرب، دايره كبيره في ازمه. الازمه جايه منين؟ الازمه جايه ان انت ما حسبت، ممكن يبقى الاداره ما حسبتهاش صح، ممكن من الاول الازمه خالص. لو انت ناوي ان علي معلول خلاص مصاب واحنا في شهر 8، الاهلي ممكن يكون ما كانش عاوز يستغنى عن علي معلول في الوقت ده عشان ما يتقالش ان علي معلول اتساب وهو مصاب، بس انت برضو لو جيت في يناير اضطريت تمشيه، ما هو انت برضو هيمشي على انه لعيب راجع من اصابه، وان هو الاهلي مشاه عشان هو راجع من اصابه ومش جاهز، فبرضو اللي جاي يشتريه بيبقى عامل سكاوتنج كامل عليه، فبرضو هيبقى عنده نفس الافكار اللي هي في شهر 8 هي اللي في شهر 1، ان لعيب عنده 33 سنه راجع من اصابه، هل جاهز بدنيا؟ هل لسه عنده يديه؟ برضو هتحطه ان هو بدل ما كان مطالب عربيا في فرق في قطر وفي السعوديه، على الاقل فرق لو هي مثلا مش من اول ثلاث فرق اللي بياخدوا البطوله، فرق من الثالث للخامس اللي هي بتشارك بتنافس على الكاس
بتنافس على ممكن في ظروف دوري تلاقيها مره واحده هي الاول هي الثاني، لان برضو الدول العربيه غير مصر ممكن تلاقي بطل الرابع تلاقيه هو اللي بقى الاول، ما عندهمش الحسبه بتاعتنا اللي هو انت دايما اهلي زمالك اهلي زمالك، لا عندك ثلاث اربع فرق. يعني انت لو جيت للدوري السعودي انت عندك الهلال والاتحاد والنصر، الهلال والاتحاد والنصر الثلاثه دول ممكن اي واحد فيهم ياخد البطوله. هل ممكن علي معلول يعتزل؟ هي هترجع لعلي معلول والاتفاق مع الاداره، لان علي معلول لو في يناير الفرص اللي قدامه مش احسن حاجه ليه، او هو شايف ان هو مش هيبقى احسن حاجه يعتزل، هو اصلا المقرر اللي كان متفق عليه زي ما كان وليد سليمان وقبليهم حسام عاشور قبل الازمه اللي حصلت، ان كان اي لعيب كبير في الاهلي بيبقى متفق بيبقى زي بيحصل قعده ما بينه وما بين الاداره ان هو انت دلوقتي مفروض على مشارف الاعتزال كاريرك الجاي ايه؟ في اللي بيختار اداري وفي اللي بيختار فني. فني خلاص هتبتدي تاخد دورات، طبعا الاهلي هيدعمك وهتاخد دورات فنيه، هتبدا من قطاع الناشئين او لو انت جاهز ان انت تبدا حتى كمساعد ثالث او رابع في الفرقه الاولى هتتحط وتاخد خبره. اداري هتتجهز برده زي وليد سليمان، وليد سليمان بمجرد الاعتزال او قبل الاعتزال كمان كان هو مصاب، بدا دوره تدريب ودوره اداره، دورات اداره تبع الاتحاد الدولي، وبالفعل اول ما اعتزل ما كملش فتره قصيره وكان نزل في الناشئين النادي الاهلي في الهيكل الاداري للناشئين.